شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. حيث إن هذه الأيام تتعلق بعقيدة الهاشميين الصديقة الصغرى زينب الكبرى صلوات الله وسلامه عليها، لذلك نتحدث بإذن الله تعالى حول جوانب من حياتها. وحديثنا في هذا اليوم يتركز حول العوامل التي ساهمت في صناعة هذه الشخصية العظيمة. العوامل التي ساهمت في صناعة هذه الشخصية تتنوع إلى نوعين. النوع الأول العوامل المنظورة، والنوع الثاني العوامل غير المنظورة. ندع في هذا اليوم الحديث عن العوامل غير المنظورة، لأن هذا يحتاج إلى حديث مستقل. وإذا أحببتم التعرف على شيء مما يتعلق بهذا الموضوع في إطاره الكلي، يمكن أن تراجعوا كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي رحمة الله عليه. هنالك باب في البحار تحت عنوان باب الطينة والميثاق. في هذا الباب هنالك أحاديث كثيرة تتعلق بالطينة التي خلق منها كل واحد منا. في العوالم في النشآت المتقدمة على هذه النشأة، هذه الطينة
التي خلق منها الأفراد تختلف من فرد إلى فرد آخر. وفي هذا الباب، باب الطينة والميثاق، هنالك روايات تشير إلى هذا المعنى. وللوالد حفظه الله تحليل حول هذه القضية، قضية الطينة، لأن هذه القضية من القضايا التي تبدو معقدة وغامضة في أذهان الكثيرين. الوالد في موسوعة الفقه له بحث حول قضية الطينة في المجلد 99 في كتاب الحكم في الإسلام في المسألة الأولى. إذا أحببتم يمكن أن تراجعوا ذلك الباب. فندع الحديث عن العوامل غير المنظورة إلى مجال آخر. أما العوامل المنظورة فلعلها 3. العامل الأول عامل الوراثة. هذه القضية التي الآن تحظى باهتمام كبير من قبل علماء التربية وعلماء الاجتماع وعلماء النفس وعلماء الأخلاق. الوراثة مؤثرة، وهنالك في قضية الوراثة عندنا أحاديث عجيبة لعل العلم إلى الآن لم يتوصل إلى تلك الأحاديث. ومن جملة هذه الأحاديث أن تأثير الوراثة لا يقتصر على الأب والأم. نحن لا نرث ملكاتنا، ملكاتنا وصفاتنا فقط من آبائنا وأمهاتنا، وإنما القضية تتعدى ذلك بكثير. والعلم الحديث فيما أعلم إلى الآن لم يكتشف عمق هذه القضية. هنالك حديث عجيب عن الإمام الصادق صلوات الله عليه، ومصدر هذا الحديث إذا أحببتم كتاب مكارم الأخلاق. في هذا الكتاب الإمام صلوات الله عليه يقول مضمون الحديث لا بهذه الألفاظ، أن الإنسان عندما يراد أن يصور وهو في عالم الأرحام تسأل الوسائط بينه وبين آدم. كم الوسائط بيننا وبين آدم؟ لا نعلم. 1000 واحد، 100,000 واحد، أكثر أقل، ما عندنا شيء دقيق، ولكنها وسائط كثيرة بيننا وبين آدم. جميع هذه الوسائط يمكن أن يكون لأحدها مدخلية في صناعة هذا الجنين. العلم الحديث فيما أعلم لم يكتشف هذه السعة في قانون الوراثة، ولكن اكتشف حدود
من هذه القضية المهمة. يقولون إن الآباء، إن الأجداد في مراحل معينة يمكن أن يكون لهم تأثير في صناعة الجنين، 3-4 إلى هذا الحد فيما أعلم وصلوا. إذا أحببتم تفصيل ذلك، هذا المقدار الذي كشفه العلم يمكن أن تراجعوا كتاب تشيميدانيم. في هذا الكتاب يذكر هذه الحدود التي توصل إليها العلم، ولكن في هذه الرواية القضية أوسع من ذلك بكثير، فيما بينه وبين آدم أحدها يمكن أن يكون مؤثرا. السيدة زينب صلوات الله وسلامه عليها، نحن نقرأ في زيارة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه: أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. هذه الأصلاب الشامخة التي احتوت على سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه هي بذاتها احتوت على الصديقة الصغرى زينب الكبرى. تلك الأرحام المطهرة التي احتوت على سيد الشهداء هي بذاتها وبعينها احتوت على السيدة زينب صلوات الله عليها. من هو جدها؟ جدها خاتم الأنبياء محمد. من هي جدتها؟ خديجة الكبرى من طرف الأم. من هو أبوها؟ أبوها نفس رسول الله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. من هي أمها؟ الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء. وهكذا خذوا إلى آدم، لأن إحنا نعتقد أن آباء النبي صلى الله عليه وآله وآباء أمير المؤمنين كلهم كانوا موحدين، وما كان فيهم مشرك واحد تنزهوا عن كفر الآباء ودنس الأمهات. هذا العامل الأول، عامل الوراثة. العامل الثاني، عامل التربية. هذا العامل لعله لا يقل أهمية عن العامل الأول، التربية. حتى إذا التربية ما كانت تربية لفظية، التربية اللفظية مهمة، الكلام، التوجيه، توجيه الأب كلش مهم، توجيه الأم مهم، ولكن حتى إذا ما كانت هنالك تربية لفظية، التربية العملية، لعل التربية العملية أهم من التربية اللفظية. الوجود بعيدا عن اللفظ، الوجود بذاته مشع، له إشعاع، له أثر. هذه القضية نقلتها لكم وأشير إليها، أن أحد
الكبار كان يقول: إذا رأيتم بلدة أو قرية وناسها مؤمنون متدينون، حتما في بره في مدة كان هنالك عالم متدين في هذه المدينة أو القرية، حتى إذا العالم ما يقول شيء، حتى إذا ما يتكلم بكلمة واحدة، هو وجود مشع، العالم المتدين وجود مؤثر إشعاع. زينب الكبرى صلوات الله عليها هي بذاتها تروي هذه الرواية، هذه الرواية مروية عن زينب صلوات الله عليها. وكم كان عمرها في ذلك اليوم؟ عمرها في ذلك اليوم الذي تشاهد في هذا المشهد يمكن كان 5 أعوام 6 أعوام، لأن أكو نوع من الاختلاف بين المؤرخين في تاريخ ميلادها. يمكن عمرها كان 5 أعوام 6 أعوام هالحدود، يعني طفلة صغيرة من الناحية الظاهرية. دققوا في هذه الكلمات، تقول هذه الرواية ترويها فاطمة الصغرى بنت الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه عن عمتها زينب الكبرى، تقول: رأيت أمي فاطمة صلوات الله عليها ليلة جمعتها، ليلة الجمعة وهي ليلة عظيمة عند الله، يوم الجمعة يوم عظيم عند الله، في محراب عبادتها، ولم تزل راكعة وساجدة إلى الصباح. طفلة 5 سنوات عمرها في هذه الحدود، تشوف أمها ليلة الجمعة. يبدو أن زينب صلوات الله عليها أيضا سهرت إلى الصباح. أنا هكذا يخطر في بالي أنه من المستحبات، هكذا لعله، أنه الأم أو الأب أو ولي الأمر ينيم الأطفال عصر الخميس حتى يسهروا ليلة الجمعة إلى الصباح. الطفلة اللي تشوف أمها تسهر من الليل إلى الصباح في العبادة والركوع والسجود، هذا كم يؤثر فيها؟ أما الطفلة اللي تشوف أمها نايمة من الليل للصباح، أو تشوف أن أمها تنظر إلى هذه المشاهد التي لا ترضي الله ولا ترضي رسوله، أو تقضي عمرها في الكلام الذي لا ينفع لا في الدين ولا في الدنيا، هذا تأثير إلى قطع. الحقيقة إحنا الآباء الأمهات مسؤولون، هذا كلام دا يأثر، دا يصنع شخصية هذا الطفل وهذه الطفلة، هذا الموقف هذا العمل. عندما الطفل يشوف أبوه أو أمه يقعد على المائدة ويقول بسم الله، الطفل لم يتعلم، الطفل عنده حالة المحاكاة، حالة التقليد. عندما يقول الحمد لله، التوجيه اللفظي مؤثر. عندما تقعد على المائدة، واحد يقول لطفله: هاي المائدة اللي احنا قاعدين عليها، الله أنعم علينا، أكو ناس في الدنيا يموتون من الجوع. واحد يأثر على الطفل، الطفل كل ما يقعد على المائدة يشكر الله، هاي القضية تبقى في ذهنه، هذا المشهد يبقى في ذهنه. وين ظهر هذا الأثر؟ كل ليلة كان يظهر، كل يوم كان يظهر، ولكن من المظاهر التي هزت التاريخ هذه القضية، وعمرها صلوات الله عليها 5 سنوات. بعد كم؟ بعد حوالي 55 عام فاطمة الصغرى تقول، بنت الإمام الحسين صلوات الله عليها
في ليلة العاشر لم تزل عمتي زينب في ليلة العاشر من المحرم في محراب عبادتها، ليلة العاشر. وتعرفون ما هي ليلة العاشر؟ تستغيث إلى ربها فلم تغمض لها عين ولم تهدأ لها رنة. هو ذاك المشهد قبل 55 عام، تشاهد أمها تحيي ليلها إلى الصباح، ثم هذه البنت الصغيرة قبل 55 عام تقريبا تأتي إلى أمها: أمه، سمعتك تدعين للمؤمنين للمؤمنات ولم تدعي لنفسك. ليش؟ هذا ألفت انتباه زينب وهي صغيرة في ذلك اليوم، فقالت: يا بني الجار ثم الدار. هذه الحالة قبل 55 عام تقريبا أثرت بعد 55. في ليلة 11 من المحرم فاطمة الصغرى تنقل أيضا أن زينب ليلة 11 ما تركت نافلة الليل، ولكن بفارق واحد أنها في بقية الليالي كانت تصلي من قيام، ولكن في ليلة 11 من المحرم ما كانت ركبتاها تقويان على القيام فصلت من جلوس. هذا أثر مال قبل 55 عام. وفي المنازل هنالك حديث عن الإمام السجاد إن عمتي زينب كانت تصلي في المنازل، لأن أهل البيت عندما نقلوا كانوا يمرون بمنازل. الطريقة القديمة في السفر كانت كل يوم عادة الحركة الطبيعية للقوافل كانوا ينزلون في منزل، وبين منزل ومنزل 8 فراسخ، يعني حوالي 44 كيلومتر كانوا يسيرون ثم ينزلون يباتون تلك الليلة أو ذاك اليوم، ثم يتحركون إلى المنزل الثاني. أكو في مسيرهم حوالي 15 منزل أو أكثر، ذاكريها تكريت مثلا، الموصل، حلب، كذا كذا، ذاكريها واحد واحد. في المنازل كانت تصلي في بعضها من جلوس نافلة الليل. الإمام السجاد ينقل: فقيل لها: لماذا تصلين من جلوس؟ فأجابت: إن الجوع والضعف لم يدع لي قوة. الجوع والضعف، لأنه الطعام اللي كان يعطى لهم بعد قضية عاشوراء كانت تؤثر بها الأطفال الصغار، كانوا يعطوهم كسرة من الخبز لا تفي بسد جوعهم، فكانت زينب تؤثر الأطفال والصبايا بهذه الكسرة وكانت تظل جائعة. هذا أيضا أثر. أثر وين؟ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. هو نفس المنظر مؤثر. أحد الأفراد المؤمنين نقل عنه هذا الموضوع وتوفي قبل يمكن أعوام قليلة، وعنده كتاب في الدعاء معروف أيضا. نقل أنه حقيقة هاي الأشياء يجب أن نلتفت إليها وأن نتعلمها، وإذا ما فعلناها من قبل الآن نفعلها، ما فات الوقت. أنه عنده بيت من طوابق متعددة، وكل واحد من أولاده أو بناته مسكن في طابق من هذه الطوابق. رجل الظاهر كان مقتدر. هذا الانتباه، هذا الالتفات، مخلي في كل طابق من هذه الطوابق
جهاز بث ميكروفون. كل يوم يقوم سحرا تنشد تلاوة من أبياتهم سحرا ومن بيوتكم الأوتار والنغم. هذا منهج أهل البيت كان تنشد تلاوة، فيقوم في السحر ويبدأ بتلاوة كتاب الله القرآن، وهذه التلاوة تبث في كل هذه الطوابق. يعني قوموا، لا بالإكراه، لا بالعنف، لا، بالإقناع، بالإفهام، بالمنطق، بالتحبيب. الله قال لأنبيائه: حببني إلى خلقي وحبب خلقي إلي. واحد يحبب الله إلى ذريته، يحبب إليهم العبادة، فيقرأ، يقومون، يتهيئون، يتوضون، ثم يأتون ويصلون خلفه صلاة الجماعة، أولاده، بناته، أصهاره، أحفاده. وأنه واحد يقوم هو يقرأ قرآن فقط، هذا جيد، ولكن أيضا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. واحد يعلمهم، يقول لهم، يأخذهم للعمرة، يأخذهم للشام، يعلمهم خطوة خطوة، يتحدث معهم، يخلي البيت مليء بهذه الأجواء الروحانية، يأخذ لهم أشرطة، يأخذ لهم كتب بمقدار مستواهم وعقلهم، هذا مؤثر. أما إذا واحد ترك، هي هذه البنت عندما تكبر تشرد من البيت، تروح حيث أرادت، هو هذا الولد بكرة يقف في وجه أبيه يقول هذا خادمنا، هو هذا الولد اللي واحد ما اعتنى به، هو هذا الولد لا يحترم أباه، هو هذا الولد يأكل أموال أبيه، ما عنده دين. إذا واحد ما عنده دين لا يؤمن حتى على دانق واحد، على دينار واحد. يعني هذا قبل أن يكون في صالح آخرة الإنسان، في صالح دنيا. هذا العامل الثاني. العامل الأول عامل الوراثة، العامل الثاني عامل التربية، وحتى عامل الوراثة أيضا مقدار منه بأيدينا، بأيدي الأب، بأيدي الأم. العامل الثالث عامل البيئة، الأجواء التي يعيش فيها. زينب صلوات الله وسلامه عليها عاشت مع جدها رسول الله صلى الله عليه وآله حوالي 5 أعوام مع أمها الزهراء صلوات الله وسلامه عليها حوالي 5 أعوام، لأن الزهراء ما عاشت بعد أبيها إلا فترة قليلة صلوات الله عليها. عاشت مع أبيها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه حوالي 35 عام، عاشت تحت ظل أخيها الإمام الحسن صلوات الله عليه حوالي 44 عام، عاشت تحت ظل أخيها سيد الشهداء صلوات الله عليه حوالي 55 عام. هذه الأجواء والأجواء الأخرى مؤثرة، وهي تروي عن جدها رسول الله، عندها روايات، بعض الروايات عن جدها رسول الله، عندها بعض الروايات عن أبيها أمير المؤمنين، عندها بعض الروايات عن أمها فاطمة. هذه الخطبة العظيمة للصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء ترويها زينب،
هاي الخطبة اللي خطبتها في المسجد، وعمرها في ذلك الوقت حوالي 5 سنوات، حفظت هذه الخطبة وتروى عنها. لاحظوا سند هذه الرواية. ننتقل إلى فصل ثاني، وهذا الفصل الثاني نحن تجاه السيدة زينب صلوات الله وسلامه عليها، وتجاه أمها وأبيها وجدها وأهل البيت عموما وحواري أهل البيت، كل من يتعلق به. يجب أن نلاحظ أمرين. الأمر الأول إحياء أمرهم، أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. الإحياء إلى مراتب، مرتبة من مراتب الإحياء، واحد عنده بنت يسميها زينب، ليش واحد يسمي أسماء بعيدة، أسماء أعداء الله، أسماء حيادية؟ لا، يسميها زينب مثلا، يسميها فاطمة، يسميها تكتم أم الإمام الرضا صلوات الله عليه. هذا نوع من الإحياء. نوع ثاني من الإحياء، واحد يكتب مقال حوله. نوع ثالث، واحد يكتب كتاب في شأنه. حتى واحد عادي يجي منا هذا العمل، ولنا قضايا وقضايا في هذا الباب، واحد عادي يتمكن يكتب كتاب نافع ومفيد ومرغوب. أكو قضايا ماكو مجال الآن أنقلها. واحد يكتب حول أهل البيت قربة إلى الله تعالى، واحد يقيم مجالس العزاء في الداخل وفي الخارج بماله، واحد يشيد مراقدهم، تشييد مراقدهم. هواي أكو مراقد الآن غير مشيدة لأبنائهم لأحفادهم لحوارييهم، واحد يشيدها في مصر أكو في غير مصر أكو. اشجد هذا العمل إلى قيمة عند الله. هذا المشهد عندما يشيد يبقى إلى 100 عام، 200 عام، 1000 عام، أكثر أقل. كم من صلاة تصلى هناك، كم من دعاء يدعى هناك، كم من قطرة دمع تذرف من خوف الله تعالى في تلك المراقب، كم من قرآن يقرأ، كم من دعاء يدعى، كم من ليلة إحياء تحيا، كم من ناس يتوبون في هذه المراقب. واحد يحييها، يعمرها، ينشئها، هواي إلى قيمة عند الله. الآن المؤمنين الذين ذهبوا إلى بلاد الغرب، كثير من المؤمنين يحتاجون إلى حسينية، هذه الحسينية تجمعهم، تحفظ شتاتهم. واحد يبني حسينية هنالك، يبقى له أجرها ويبقى له ذخرها. نقل لي أحد الثقات هذه القضية، أنه الجد رحمة الله عليه في سفره إلى الحج مر على منطقة الزينبية. في ذلك الوقت الجد حج لعله قبل حوالي 45 عام، كانت كما نقل صحراء قاحلة، كل شيء ماكو هناك. وأنا عندما تشرفت قبل يمكن حوالي 28 عام، 27 عام، ما أتذكر بالضبط، كانت منطقة شبه مهجورة. الجد رحمة الله عليه يبدو أنه أثر في قلبه هذا المنظر، أنه منطقة الزينبية هالشكل صحراء مهجورة، فقال لابنه العم الشهيد السيد حسن رحمة الله عليه: إني أحب أن تكون هذه المنطقة حوزة علمية. أكو حوزات علمية في قوم عند قبر السيدة المعصومة، في كربلاء عند قبر سيد الشهداء، في النجف عند قبر أمير المؤمنين، في مشهد عند مرقد الإمام الرضا.
أنا أحب أن تكون هنا حوزة علمية، ولعلك تتمكن أن تقوم بهذا العمل. هذا العمل في ذلك الوقت كان يبدو أمرا محالا، ما كان ممكن تأسيس حوزة علمية من أشق الأعمال. هو العمل التأسيسي ككل عمل جدا مشكل، ولذلك المؤسسون لهم قيمة استثنائية في التاريخ كله. واحد يمشي في طريق معبد ما بيه شيء، ولكن واحد يؤسس ينشئ، هذا كلش مهم. بقيت هذه الأمنية في قلب العم الشهيد، ثم بعد ذلك بهمته وبتوفيق الله وبلطف السيدة زينب ذهب وعانى. كم من الليالي سهرها إلى الصباح، كم من الليالي باتها طاويا وتحمل وتحمل بشق الأنفس ومعارضة أقرب الناس. كانوا معارضين، كانوا يقولون ما يصير هذا العمل، ما يمكن، ولكن كان قلبه متكئا معتمدا على القدرة الإلهية وتحمل. الآن إذا تروحون إلى السيدة زينب تشوفون الحوزة العلمية، تشوفون كأنه كربلاء أو النجف أو قوم، المواكب، الحوزة العلمية، المسيرات، المجالس، المؤمنون، الزحام الذي يحدث، هاي خدمة. كل واحد منا يتمكن أن يقوم بخدمة. واحد يفكر ماذا يمكن. الحاج محمد رشاد، هذه قضية في بعد آخر. الحاج محمد رشاد ميرزا الجزائري، رجل معروف، هذا تمرض، ابتلي بالسرطان والعياذ بالله، أجارنا الله وإياكم. ذهب إلى الأطباء في الداخل ما تمكنوا، ذهب إلى الأطباء في الخارج ما تمكنوا، قالوا ما نقدر. فرجع آيسا من الحياة، واحد يشعر بأنه بعد أمل ماكو. في ليلة من الليالي رأى ميثم التمار في عالم الرؤيا. ميثم له قيمة، كل من يرتبط بأهل البيت له قيمة، أولادهم، أحفادهم، حواريوهم. فقال له أنا أضمن لك على الله، ميثم أو ميثم التمار، أنا أضمن لك على الله الشفاء إذا جئت إلى مرقدي وتوسلت إلى الله تعالى عند مرقدي. هذا قام من النوم، قال لأهله وهو في ذلك الواض أنه أنا رأيت هذه الرؤيا واحملوني، ما كان يتمكن يروح، احملوني إلى مرقد ميثم أو ميثم تمار. هذا الصحابي الوفي لأمير المؤمنين الذي ضحى بنفسه لأجل أمير المؤمنين، إذا ما كانت هذه التضحيات احنا ما كنا الآن مؤمنين. هي تضحيات ميثم وعمار وشهداء الطائف وزينب، هي هاي اللي أبقت لنا هذا الإيمان. فقال احملوني أنا ما أقدر أروح، فحملوه إلى قبر ميثم ودعا الله سبحانه وتعالى عند قبره. الله سبحانه وتعالى من عليه بالشفاء الكامل. وعلى أثر ذلك فكر أن يعمر مرقد ميثم التمار. هو كان هذا الحاج محمد رشاد من تجار النجف الأشرف، فهدم البقعة كاملة من أساسها وبنى هذا البناء اللي موجود إلى الآن، هذا بناء الحاج محمد رشاد. بعد ذلك أيضا فكر في أن يعمر مرقد آخر، وهو مرقد مسلم ابن عقيل رضوان الله عليه.
سلام الله عليه، فاشترك مع أحد تجار هذا البلد، كلاهما تاجر من هذا البلد، اشترك في بناء مرقد مسلم ابن عقيل بهذه الهيئة التي تجدونها الآن. وعندما وصلوا إلى القبة أرادوا تذهيب القبة، أن يذهبوها، فاعترض عليهم بعض أهل الكوفة أنه لا تذهبوا حرم مسلم ابن عقيل قبته حتى يكون هنالك فرق. فاستفتوا في ذلك الوقت السيد الحكيم رحمة الله عليه أنه يجوز لنا أن نذهب قبة مسلم ابن عقيل أو لا، فكتب إليهم أنه أنتوا يعني المؤمنين الموالين ذهبتوا قبر يعني قبة أبي الفضل العباس في كربلاء ومرقد السيدة المعصومة في قم ومرقد شاه چراغ في شيراز ومرقد الشاه عبد العظيم في الري يعني في طهران، ومسلم بن عقيل لا يقل عن هؤلاء كرامة ومنزلة عند الله، ما بيشكال. فذهبوا القبة. واحد يحاول بمقدار الإمكان أن يحيي أمرهم بمقدار ما يقدر. هذه إن شاء الله تكون ذخيرة للإنسان في قبره وآخرته، يوم لا ينفع مال ولا بنون. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهام بالآيات، أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من القلب بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير.